مساء الجمال. الدوري المصري الموسم الجديد، وهل بقى احنا متعشمين ان احنا نشوف متعة ونشوف كرة كويسة ونشوف منافسة؟ طبعا المتعة في اي دوري في العالم هو الصراع على القمة. ما نشوف مثلا 5-6 اندية بيصارعوا على البطولة ان هو يبقى البطل الدوري، هي دي المتعة في الكرة. لكن احنا عندنا في مصر بقالنا سنين طويلة هي المتعة في الصراع على القاع، الصراع اللي تحت في القاع، يعني هي دي الماتشات اللي بتبقى فيها شوية حماس وبتاع، وطبعا دي متعة أونطة، يعني متعة درجة تانية. تخيلوا معايا السنة اللي فاتت مثلا نادي الزمالك خسران 31 نقطة، تخيل نادي الزمالك خسران في الدوري من 102 نقطة، يعني الدوري كله 34 مباراة، 102 نقطة الزمالك خسران 31 نقطة، يعني بمعدل كل مباراة من ال 34 الزمالك خسران نقطة، حاجة يعني فضيحة. يعني يجي بعديه الثالث في بيراميدز خسران 37 نقطة، يعني أكتر من الزمالك بست نقاط. طبعا اللي على القمة واللي واخد الدوري من بعد ربع الدوري، يعني الدوري لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، السنه اللي فاتت ربع الدوري ما وصلناش ليه، الاهلي كان هو القمه بدون صراع، يعني هو اللي على القمه وخلاص، كلنا قلنا الاهلي هياخد الدوري، فدي ما فيش متعه وما فيش دوري، ما نكذبش علينا، احنا بنتمنى بس صعب. ليه اللي احنا بنقوله ده؟ بيراميدز هو اكتر فرقه تصرف فلوس في الموسم السنه دي والسنه اللي فاتت، طلع السنه دي الثالث خسرنا 37 نقطة. الزمالك النقاط اللي خسرها الموسم اللي فات 31 نقطة، المفروض ان هو يبقى في السادس السابع، لكن الزمالك تاني، مش شطارة من الزمالك التاني، عشان الفرق اللي تحتيه خيبانة، بيخسر بنات كتير وهم كمان بيخسروا بنات كتير. هنيجي للمجموعات الفرق الاندية التانية في الاشكال التانية في الدوري، هتلاقي الفرق اللي هي الجماهيرية زي الاسماعيلي، المصري، الاتحاد، وكان في من كذا سنة قبليهم أولمبي، السويس، ومحلة، وبلدية محلة. فالموضوع غريب طبعا، أولمبي وشبين وسويس ومحلة خلاص، دولت أنا بعتبرهم في الكورة شبه انتهوا دلوقتي، اللي عايشين اسماعيلي ومصري والاتحاد. طب الاسماعيلي والمصري والاتحاد ده، انا من ساعه ما لعبت كوره، انا كمصطفى لعبت في الدوري المصري، كان موسم 88-89 اول بدايه ليا، كان عندي 16 سنه وحاجه مع نادي المقاولين، يعني من 30 سنه الاسماعيلي، المصري، الاتحاد، نفس المشاكل والله العظيم. من ساعه ما انا فاكر اول موسم لعبته 88-89 كان اخر ماتش لينا مع الاتحاد السكندري في اسكندريه، الاتحاد كان عايز التعادل عشان يقعد، الاتحاد السكندري كان عايز نقطة عشان يقعد بجماهيره، والنهاردة اسكندرية مثلا معدين 10 مليون نسمة، طب فين الإدارات؟ الإسماعيلي برضو طول عمره يقول لك مفيش فلوس، ما في، ده في سنة من السنين أنا فاكر الإسماعيلي كان هيتحجز على الملعب عشان الإضاءة، ما دفعوش للحكومة فلوس النور، وصل النور في الاستاد. المصري، الاتحاد، الاسماعيلي، انديه جماهيريه لكن بقالها 30 سنه زي ما هي. نسمع امتى المصري يرجع، المصري تاريخ، امتى الاتحاد يرجع، الاتحاد بقالنا 30 سنه بنسمع الاغنيه دي، الموال ده، دي عيب اداره، فين الادارات؟ تعال فين المحافظ، عيب محافظ واداره ونجوم القدام اللي بيديروا النادي. هنيجي بقى على الانديه اللي هي تحس انها جثه موجوده وخلاص، يعني انا موجود انما ايه طموحك ما تعرفش، هتلاقيهم زي سموحه، الجونه، انبي، مقاولين، الانتاج، وجا معاهم برضو السنه دي هيدخل معاهم البنك، سيراميكا. انت بتصرف ملايين ليه؟ عشان تبقى موجود، ولا بتصرف ملايين عشان تصارع وتبقى ليك منافسه وليك وليك وليك؟ فالفرقة دي هتفضل طول عمرها كده برضو اللي انا قلت عليها دلوقتي، اللي هي سموحة، جونة، انبي، مقاولين، انتاج، ودخل معهم الجيش وطالع لهم السنة دي البنك الاهلي وسيراميكا،
دي بامانه دي الفرق او الانديه اللي زي كده في حياتك انت في العيله كده، تلاقي في واحد في العيله قريبك بس انت ما بتشوفوش ولا بتبقى موجود وخلاص، بس الاسم قريبك، هم الاسم ان هم موجودين في الدوري الممتاز، لكن موجودين عباره عن جثه يعني اسم كده. يبقى بقى في الباين قوي في الموسم الجديد ان اسوان، المقصه، المحله، الثلاث انديه دول انا مش شايف السوق الانتقالات عملوا صفقات ولا حاجه، انما في الصراعات تحت ما تعرفش الصراعات، واحنا حتى في الاعلام ما بننشطش الانديه، لان النادي الخيبان اللي واقع ما بندلوش، ما بننبهوش، ما بنطورش في الانديه، لا كله بيطبل في القنوات، كله بيطبل رؤساء الانديه، لان رؤساء الانديه بيعملوا مصالح مع او مجالس الادارات بيعملوا مصالح مع المواقع ونفع واستنفع يعني. لكن هديكم مثل بسيط قوي قوي، السنه اللي فاتت نزل ثلاث فرق، ثلاث انديه نزلوا، النادي اللي ما نزلش كان بيصارع معاهم المفروض ينزل الدجله، يعني دجله يعتبر المجموعه اللي موجوده الموسم ده هي كانت اخر فرقه في المجموعه دي، دجله الفرقه الاخيره، تخيلوا كل البرامج وكل الاستوديوهات يشكروا في دجله ولعب دجله، انت عارف دجله خسران كان بونت من 100 بونت، يعني النقاط السنه اللي فاتت 34 مباراه في ثلاث نقاط يعني 102، دجله بس، دجله بس خسرانه 70 نقطه، تخيل انت نادي وتصرف وجايب مدرب اجنبي اللي هم كل الاعلاميين والمحللين يقول لك ده اعظم مدرب، ده كورته جميله، لا وبعد ما كان هينزل دجله قاعد في مصر بيقول لك عنده كذا عرض، يا نهار اسود على الخيبه، 102 نقطه، 102 نقطه دجله خسران 70 نقطه، تعرف يعني ايه؟ يعني كل مباراه بيلعبها دجله فيها ثلاث نقاط هو خسران اثنين، خسران نقطتين من كل ثلاث نقاط، دي فرقه، ده نادي، انا بكلمكم على المعدل، انا ماليش دعوه باسماء الانديه، انا بضرب لكم مثلا، يا رب نشوف الموسم ده منافسات، وخلي بالك لو في حد هينافس الاهلي والزمالك من الانديه اللي تحت، لو حد هينافس الاهلي والزمالك على القمه صدقوني هتبقى خيبه من الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك هم اللي هيخسروا نقاط، فهتلاقي اللي تحت ده بينافسهم، لكن لو الاهلي والزمالك ماشيين طبيعيين ومستواهم طبيعي الدوري المصري هو المنافس اهلي وزمالك للاسف. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه.